يا عالم هذه الرسالة من تحت النار، والله من تحت النار يا عالم. وصلوا صوتنا للعالم، وصلوا صوتنا للعالم، وصلوا لهم انه احنا اطفالنا قاعدة بتموت ونسائنا بتموت. احنا مش خايفين، والله ما احنا خايفين. هيو هيو القصف ورانا، لك يشهد علي الله انها دموع خذلان. يا أمة يا أمة يا الله يا الله، أقسم بالله نباد، أقسم بالله نباد، يشهد الله إنها ما هي دموع خوف، والله إنها دموع خذلان من هذه الأمة، الأمة الضعيفة، الأمة الميتة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. والله ما احنا مسامحينكم، والله ما احنا مسامحينكم، والله ما احنا مسامحينكم. احنا في مخيم الشاطئ، لربما تكون اخر رسائل، لربما تكون اخر اشي تسمعوه مني. احياء احياء تباد، احياء تباد، ليل نهار هذا حالنا، ليل نهار هذا حالنا. عائلات باكملها تحت الانقاذ، اطفال رجال نساء، كل ما تتخيل كله تحت الخطر. ما في منطقة آمنة في غزة، وحسبنا الله ونعم الوكيل على هذه الأمة.